احنا نشكر السيدة النائبة محاسن حمدون على تعاونها وجهودها في توفير الخدمات بهاي المنطقة، وخاصة تكليف القسم البلدي عن طريق التنسيق مع السيدة المحافظ بتنظيم هذه الحديقة اللي صايرة خلف جامع الشافعي منطقة اليرموك. هذه الحديقة كانت مليئة بالنفايات ومليئة بالسكراب من السيارات المحروقة القديمة، كانت تأثر على المنطقة لكثرة الأوساخ بها وحتى بها حشرات وأفاعي. أي نعم، فإحنا نشكر جهود السيد المحافظ والست محاسن حمدون والقسم البلدي على تعاونهم توفير هذه الخدمة للمواطنين، وإن شاء الله جزاهم عند الله كبير. وإحنا أيضا نشيم السيد المحافظ بشيمة العربية أنه يحترفن على هذا الوادي، لأنه صار له فترة هذا الوادي لازم يتغلف وما جعد القسم البلدي يوفر هذا الشيء. بعد ما تشتغل هاي الشفر إيش راح تكون هاي المكان؟ هاي المكان منتزه وحديقة خضراء للناس الطيبين يقعدون بها، وللأطفال احتمال تصير أراجيح بها وتنطي انطباع جيد ومنظر حلو للمنطقة والحيوية المنطقة وحضارتها. هاي الحديقة كانت من 2003، فأكثر الناس يريدون تتجاوز عليها، فإحنا نحاميها من تجاوزاتها العشوائية. فبجهود الخيرين مثلك ومثال فنادت نداء، طلبنا في السنة هذه يعملها حديقة منتزه للأطفال. أعتقد الأستاذة محاسن حمدون، واحنا مشكورين لها مقدما. اكيد راحت شعور هذول الاطفال انه يعني والله حتى الاطفال بالليل، الطلاب حتى الاطفال بالليل يلعبون كره قدم يعني ظلمه، فاريد احنا الطلاب مثل حتى ذي يقعدون هنا نعطيهم محاضرات دينيه علميه ثقافيه نثقفهم يعني بكل معنى الكلمه، ما يلعب بالليل وبالحجر وهذه يعني وين بيعالم احنا.